طيب الاهلي بالتاكيد بيستعد الفتره اللي جايه لثلاث بطولات. اول حاجه هيلعب مع انبي يوم الاربعاء في نصف نهائي كاس مصر، دي بطوله العام الماضي. اللي لسه ما انتهتش، ولسه النهائي هيكون في مارس 2024. بعدها ب 72 ساعه الاهلي عنده مباراه مع الاسماعيلي في برج العرب، دي مباراه في الجوله الثالثه من الدوري العام. ان شاء الله هيكون اخر مباراه للاهلي في الدوري قبل توقف طويل جدا نتيجه مشاركته في السوبر ليج الدوري الافريقي، وكمان نتيجه الاجنده الدوليه لمنتخبنا الوطني اللي هتبقى في شهر 10 وشهر 11. طيب اكيد هتكلم على مباراه انبي وهتكلم على استعدادات الاهلي لمباراه انبي، ولكن هاجل الجزء ده شويه لغايه لما نقرب شويه من ميعاد التمرين ويكون معانا زميلنا محمد توفيق من ملعب مختار التتش بالجزيره. ولكن قبل كل ده عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا متعلقه برحله الاهلي الى تنزانيا. الاهلي باذن الله هيسافر تنزانيا يوم 17 اكتوبر. كلنا عارفين ان الماتش يوم 20 اكتوبر في تنزانيا الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، وهيكون في حفل افتتاح من الساعه 5:30 للساعه 6:15. حفل افتتاح مدته 10 دقائق قبل نص ساعه من ميعاد اللقاء. وخلاص الاهلي على المستوى الاداري ابتدى يحضر لفكره السفر والرحله امتى والساعه كام والطيران ازاي، خاصه ان الامور اللوجستيه المتعلقه بسفر الفرق واقامه الفرق والتنقلات في الدوري الافريقي مختلفه تماما عن الرولز اللي موجوده في دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا مع الاتحاد الافريقي كل نادي بيتحمل تكاليف سفر واقامته وتنقلاته وكل شيء، ولكن في الدوري الافريقي هناك شركه الاتحاد الافريقي وقع معها اتفاقيه، الشركه دي مسؤوله عن البطوله من A to Z، من كل شيء، الانتقالات، التنقلات، السفر، الاقامه، الاعاشه، كل حاجه، حتى تذاكر الطيران كلها من خلال الشركه، ولكن باعداد محدده. يعني يقول لك لو هتسافر ب 45 فرد انت هتتحمل 10 بس، وانا كشركه هتحمل 35. فالاهلي في الامور اللوجستيه بصراحه يعني اداره النادي الاهلي اشتغلت على الملف ده بشكل كويس جدا على مدار اخر حوالي 10 ايام او على مدار اخر شهر تحديدا. كان في اتصالات وكان في اجتماعات وكان في تفاصيل كتيره جدا تمت من خلال اداره النادي الاهلي مع الشركه الايطاليه، ولكن في النهايه الاهلي توصل الى فكره ان هو هيسافر بطائره خاصه. فكره بقى الابجريد من فكره ان انا هسافر بطياره خاصه والشركه هتتحمل تكاليف السفر في اطار معين او رولز محدده، انا كنادي اهلي بالتاكيد اعرف اعمل الابجريد ده بشكل كويس جدا عشان اوفر لفرقتي كل سبل الراحه والاستعداد للمباراه القادمه. فرحله السفر هتكون عبر رحله خاصه، طائره خاصه، يوم 17 اكتوبر يوم الثلاث ان شاء الله الفريق هيسافر الى تنزانيا. رحله السفر على فكره ما بتستغرقش اكتر من حوالي 5 ساعات. تنزانيا يعني مش من الدول البعيده عن مصر في القاره الافريقيه، انت بتتكلم في 5 ساعات رحله طيران و5 ساعات ونصف في رحله العوده من دار السلام الى القاهره. طب موقف لاعبي الاهلي، لان الرحله دي مرتبطه بسفر اللاعبين هيبقى ازاي، لان انت ساعتها هيكون عندك لاعبي النادي الاهلي بيلعبوا في منتخبنا الوطني، وعلي معلول بيلعب في منتخب تونس، واليو ديانج بيلعب في منتخب مالي، وبيرسي تاو بيلعب في منتخب جنوب افريقيا. فبالتالي انت الامر بالنسبه لك هيبقى في تشتيت بنسبه كبيره، لان انت بتتكلم على ما يقرب من حوالي من 8 الى 9 لعيبه على الاقل محتاج الاهلي يستنى سفرهم عشان ينضموا للبعثه في تنزانيا قبل مواجهه سيمبا التنزاني بوقت كافي. انا بقول لكم التفصيله دي بتتشرح ازاي. فلاعيبه الاهلي اللي موجودين في منتخبنا الوطني هيلعبوا مباراتين مع روي فيتوريا، مع منتخب مصر في ابو ظبي، وتحديدا في مدينه العين مع زامبيا، ويوم 16 مع الجزائر، والحمد لله ان ماتش الجزائر بقى يوم 16 مش 17. فوارد جدا بنسبه كبيره عشان تكسب وقت وما يكونش فيه رحله سفر طويله للاعيبه النادي الاهلي ان هم يجوا من ابو ظبي على القاهره ويستنوا ميعاد الطياره ويطلعوا من القاهره على تنزانيا، كده يبقى فيها اجهاد. فجاري الاتفاق ان لاعيبه النادي الاهلي اللي هينضموا لمنتخبنا الوطني في اجنده شهر 10 الجاري عشان مباراتين زامبيا والجزائر يسافروا مباشره من ابو ظبي الى تنزانيا، رحله طيران من الامارات الى تنزانيا، فبالتالي تختصر وقت السفر، اللعيبه توصل سواء قبل لعيبه الاهلي او بعثه الاهلي او بعد بعثه الاهلي ايا كان، المهم يكونوا موجودين يوم 17 في تنزانيا، ورحله السفر ما تستغرقش وقت كبير. فبالتالي ايا كان اللعيبه اللي هيضمها فيتوريا، انا سمعت ممكن يكون 4، هل ممكن يوصلوا ل6 7، ايا كان المهم هيخلصوا ماتش الجزائر يوم 16 وعلى طول هيسافروا من ابو ظبي على تنزانيا. لسه موقف علي معلول لغايه اللحظه دي مش واضح،
وانا دايما بتواصل مع الزملاء والاصدقاء في الجامعه التونسيه عشان اعرف الموقف بالظبط. لسه لغايه اللحظه دي الاتحاد التونسي ما حسمش فكره المحترفين مين اللي هيضمهم جلال القدري خلال الفتره الجايه، ولكن تونس عندها مباراه مع اليابان يوم 17 في طوكيو. المفروض في اتصالات تمت ما بين اداره النادي الاهلي مع الشركه الايطاليه بحيث ان يكون في توفير لتذاكر طيران ورحله سفر مباشره سواء لعلي معلول او اليو ديانج اللي هيكون موجود مع منتخب مالي في السعوديه، او حتى مع بيرسي تاو اللي هيكون موجود مع منتخب جنوب افريقيا في ابيجان. فوارد جدا يكون في رحلات مباشره من الدول دي الى تنزانيا. عموما ده هنشوفه خلال الفتره الجايه، ولكن لغايه اللحظه دي الشيء الوحيد اللي تم تحديده ان لعيبه الاهلي مع منتخبنا الوطني هتسافر من ابو ظبي الى تنزانيا، مش هيرجعوا على القاهره. في المقابل اللاعبين المحترفين الثلاثه سواء تاو ديانج معلول لسه في اتصالات عشان نعرف ميعاد عودتهم من منتخبات بلدهم وامتى يسافروا وازاي هيسافروا، وهل ممكن اصلا يكونوا موجودين في الاجنده مع منتخبات بلدهم ولا لا، ده هيتحدد خلال الساعات الجايه. ولكن اداره النادي الاهلي بتعمل مجهود جبار جدا في هذه الجزئيه. الناس تقول لي طب احنا ليه اللي يرغمنا على كل ده؟ للاسف يا جماعه هي البطوله جمعه ده في التوقيت ده، ومارسيل كولر كان اتكلم على الجزئيه دي ان الفيفا مع الكاف اتفقوا ان البطوله تكون في الفتره دي ما بين اجنده 10 واجنده 11، فتتلعب في الفتره من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. طبعا فكره السفر والتنقلات في القاره الافريقيه الناس مش عارفه ان هي مختلفه تماما عن اوروبا، ولكن ده اللي حصل. فدي المواعيد اللي اتحددت، وحظنا يعني ان القرعه قالت ان الاهلي هيلعب ماتش الافتتاح. عارفين لو الاهلي هيلعب ماتش يوم 21 او 22 يعني كان هيبقى الامر افضل شويه، من 16 ل 22 او 21 في مساحه وقت، ولكن القرعه هي اللي جابت الاهلي مع سيمبا، والافتتاح هيكون في تنزانيا. يعني اول ماتش في البطوله هيكون ماتش الافتتاح مع سيمبا في تنزانيا. فدي الامور المتعلقه بسفر الاهلي وتحضير اداره الاهلي لمواجهه سيمبا التنزاني. على فكره قائمه الفريق اللي هتشارك في البطوله المفروض يوم 10/10 هيتم تسجيل القائمه النهائيه اللي هي ال 30 لاعب. القائمه النهائيه لبطوله السوبر ليج 30 لاعب، اخر ميعاد ارسال القائمه يوم 10 اكتوبر. من بعد 10 اكتوبر بقى عندك ماتش يوم 20، لما تختار قائمه المباراه اللي هي ال 23 لاعب في المباراه تختار من ال 30. تختار من ال 30، انت بعت قائمه مبدئيه ب 40 لاعب، دي بعتها 15/9 هتختصر ل 30 لاعب يوم 10/10. يوم ما تختار قائمه اي ماتش، ماتش سيمبا الذهاب، ماتش سيمبا الاياب، ربنا يكرم ونتاهل للسيمي فاينل، اي مباراه في المباريات السته على مدار البطوله قائمه ال 23 لاعب اللي هتدخل بيها قائمه المباراه لما تختار منها تختار من ال 30. والقائمه 23 مش 20 زي الدوري او افريقيا، 23 11 لاعب اساسي و12 لاعب على دكه البدلاء. فدي الامور المتعلقه باول مباريات الاهلي في السوبر ليج. لسه في تفاصيل تانية ولسه في اخبار كتيره، ولكن مع قرب موعد البطوله هنقول لكم بالتاكيد كل تفاصيل هذه البطوله.